صباح الخير على حضراتكم، حوار جديد من حواراتنا في هذا الصباح. الحقيقة زي ما بنقول التقدم والعلم مستمر دائما، لكن الحقيقة التجربة اللي حصلت من خلال أيام قليلة يعني دي مش تجربة طبيعية أو مش تجربة عادية. الحقيقة دي طفرة ستكون في الجين البشري بمعنى أصح، أو الدماغ البشرية ممكن تكون في منطقة تاني تماما. يعني طبعا مرحلة جديدة من مراحل ايلون ماسك احد المؤسسين للشركات الكبرى في العالم، زرعوا شريحة جديدة في احد الادمغة البشرية، الحقيقة تدي اشارات عصبية جديدة واشارات جديدة لمرضى الشلل الدماغي بعد ما حصل ايلون ماسك على منحه من ادارة الغذاء والدواء الامريكية للشركة الناشئة، وافق في شهر سبتمبر الماضي على زرع هذه الشريحة اللي تجربتها في البشر في حالات طبية معينة مثل الشلل والعمى. والحقيقة الشريحة دي هتقدر تقدم أو تساعد المرضى على التواصل من جديد وتحكم في التقنيات الخارجية وتغذية هذه الشريحة بكافة المعلومات وكافة البيانات. يعني احنا قدام طفرة جديدة، وإن كانت تستغل في الأول لصالح بعض المرضى بأمراض معينة طبعا بيفقدوا قدرة التواصل البشري بشكل كبير، ومن خلال هذه الشريحة ممكن يستعيدوا التواصل مع العالم الخارجي من جديد ويتواصلوا مع عائلاتهم ومع أحبائهم. لكن الحقيقة بنتكلم عن نقلة في علم البشر، وبالمناسبة الموضوع ده مش جديد، يمكن بعض الأفلام اتعملت عنه كتير جدا خلال الفترة الماضية، إن الفترة القادمة سيتم زرع شرائح إلكترونية في البشر. يعني هنتحول الإنسان الطبيعي إلى روبوتس. يعني الحقيقة يعني مش عارفين العلم هيوصلنا لحد فين، او التقدم التكنولوجي ده هنوصل بيه لحد فين، لكن الحقيقه المعلومات كثيره جدا جدا، والمعلومات يعني حتى الان الخيال اصبح حقيقه وطبق على ارض الواقع فعليا. ارحب بضيفي الكريم اللي هنعرف معاه طبعا الموضوع اللي ناقشه بشكل اوسع، دكتور محمد خليفي، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، مقرر لجنه الثقافه الرقميه في المجلس الاعلى للثقافه. ازيك يا دكتور؟ صباح اهلا الخير وسهلا، عليك، ايه اهلا، الاخبار؟ كله تمام. يا دكتور هنمشي بالريموت كنترول ولا ايه؟ ما بلاش حل تاني. يعني ايه الموضوع بقى بشكل عام كده يا دكتور؟ بشكل عام ان طول عمر الانسان بيسعى الى انه يعني يتغلب على الامراض بشكل كبير، يبقى عنده نوع من انواع الميزه التنافسيه. احنا خصوصا احنا دلوقتي في عصر يعني طفره الذكاء الاصطناعي، بقى الروبوت والذكاء الاصطناعي كلنا عمالين نقول انه هيحل محل البشر. فجت الفكره هنا، طيب ما احنا نستخدم التكنولوجيا ديت في ان احنا نعلي قدرات البشر، وخصوصا اللي هم عندهم امراض او مشاكل تخليهم يكون في اعاقه ما. وديت ده سوق كبير جدا، يعني احنا بنتكلم على ان سوق الأجهزة التعويضية التكنولوجية في يعني التقديرات بتقول إن هو هيصل ل 32 مليار دولار بحلول عام 2030. ده مش حاطين في اعتبارها طفرة الذكاء الاصطناعي والكلام اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي الشرائح اللي يمكن زراعها في الدماغ وخلافه. أنا أعتقد إن التقديرات دي هتتضاعف مع الوقت، لأن احنا عندنا حوالي 16، في إحصائية بتقول إن 16% من عدد سكان العالم عندهم نوع من انواع الاعاقه بشكل ما، وديت بتبقى مرتبطه بالدماغ. احنا لما نيجي نتكلم الدماغ بتاعتنا بتشتغل ازاي، احنا بيبقى عندنا العين ومثلا والانف وكل ده بيجمع بيانات وبعدين بيتم تحليلها في الدماغ. كان في تجارب على مدار السنين اللي فاتت دي كلها علشان نقدر نعرف ازاي الدماغ بتحلل المعلومات ديت وازاي ان هي بتستجيب واي نوع من الاستجابه بيكون موجود. جه بعد كده ولذلك كان في تكنولوجيا مرتبطه بهذا النوع من التقنيات. جه بعد كده ايلون ماسك والنيورالينك اللي احنا بنتكلم بصدده النهارده، ترجموا التكنولوجي ديت والابحاث اللي هي بقالها سنين طويله لتطبيق على ارض الواقع.
اللي هو عندنا أجهزة تعويضية، عندنا ناس ما عندهاش قدرة، عندها قدرة إن هي، في ناس بيبقى عندها عمى وصمم في نفس الوقت، ما عندهمش قدرة إن هم يتواصلوا مع العالم الخارجي، فبدأ إن هو يشوف طب في طريقة إلكترونية إن إحنا ناخد على طول مباشرة الإشارات العصبية اللي في المخ، ونقدر إن إحنا نحولها لطريقة للتواصل مع الأجهزة الإلكترونية يعني اللي كده حوالينا. دكتور نقدر نقول ان هما الدماغ او المخ طبعا بيدي اشارات عصبيه واشارات كهربائيه والكترونيه، هما قدروا يفكوا الشفره ديت يوصلوها وزرعوا الشريحه بقى بالظبط، بحيث ان هو يعمل نوع من انواع التواصل بين الدماغ وبين الاجهزه الالكترونيه، يعني ربطنا بين العالم الواقعي بتاعنا والعالم الالكتروني بالدماغ الانسان، فديت طبعا طفره كبيره جدا، بس احنا لسه في بدايه هذه الطفره، احنا لسه بدري جدا ان احنا نقول ان هيحصل بقى ونشوف مثلا يعني كده الاثار فيلم الجانبيه. مصري كده بيجيب لحد، فاكر كان في فيلم كوميدي في مصر بالظبط بنفس الفكرة يعني. بالظبط، فانت لما تيجي تتكلم على الموضوع ده انت محتاج على الاقل 10 سنين على ما الحاجات ديت او التقنيات ديت تتسوق على ارض الواقع، لان هو عمليه الزرع نفسها عمليه دقيقه جدا وبتتم بجراحه متقدمه جدا ومحتاجه تكنولوجيات عاليه، وكمان لسه احنا ما بنتكلمش على بقى يعني الجانب السيء طبيا، لان انت عمليه الزرع دي قد يصحبها التهابات، قد يصحبها حاجات تانية تعيق عمليه الزرع، كل ده بيتم دراسته وتجربته، وده محتاج وقت كبير جدا، فاحنا لسه بدري على ان احنا نقول ان التجربه ديت هتبقى ناجحه بشكل كبير او انها تدخل في مجال التسويق ولا، لكن نقدر نقوله ان التكنولوجيات الاستعوضيه او اللي هي assistive technologies اللي هي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في تعويض المشاكل او الامراض اللي عند البشر ديت ليها مستقبل كبير جدا، والعمل عليها يعني قائم فعلا، شركات ناشئه كتيره بتشتغل عليها، محتاجين ان احنا نهتم بهذا النوع من العلوم او التكنولوجيا، لانه بيساعد في تحسين حاله الانسان وتحسين حياته وجودتها وطريقه التعامل مع العالم الخارجي. تخيل ان انت يكون عندك شريحه تقدر تتواصل الكترونيا مع الانترنت وتستقبل المعلومات بشكل مباشر من خلال من يعني بدون حاسب، فانت هنا احنا بنتكلم على يعني مستوى اخر من التفاعل. وده بقى نوصل له كابل بقى دكتور، ولا هيشتغل وايرلس؟ بالبلوتوث ولا ايه لا لا وايرلس؟ وايرلس، لا وايرلس طبعا. طبعا الحقيقه التجربه يعني عارف تجربه ما تفهمش، انت مش مصدق حقيقي ولا يعني احنا في خيال زي افلام الخيال العلمي كنا بنشوفها. بس يا دكتور يعني لو حضرتك تتذكر الحقيقه اللي احنا بنتكلم عنه ده كان في السابق موجود في افلام كتير جدا جدا وتم مناقشته، وتم يعني الفيلم كامل كان قام عن نفس الفكره، بيدل ان هو يعني الفكرة مطروحة وفي اتجاه للبشر لتطبيقها بشكل واضح جدا، سواء تأخرنا قليلا أو تقدمنا أو زي ما احنا ابتدينا، لكن احنا ماشيين على الطريق وهنوصل للموضوع ده ده لا حقيقي، محالة. ده حقيقي، واعتقد ان لازم يبقى بقى على الجانب الاخر، احنا بنتكلم على التكنولوجيا، فهنا التكنولوجيا بنتكلم عليها دايما من الجانب الايجابي، طيب الجانب السلبي ازاي ان احنا نتفاداه، ايه الضوابط الاخلاقيه والقانونيه، لان احنا المعلومات اللي كانت في الدماغ بقت كانت تحوطها بكامل السريه بقت موجوده دلوقتي على شبكه الانترنت ومن خلال الشريحه نفسها، فما هي أخلاقيات وضوابط برمجة هذه الشرائح، وهل المعلومات دي هتكون في إيد آخرين أم لا، فإحنا محتاجين نتكلم هنا في الجانب ده، بس مع إن إحنا بنشتغل يعني التكنولوجيا فعلا بتنزل على الأرض بشكل سريع، إحنا عدد الناس اللي عندها إعاقات بشكل عام عدد كبير، دخول هذه النوع من أو هذا النوع من التكنولوجيات، وكمان مع تقدم الإنسان في العمر وزيادة معدلات الصحة في جميع أنحاء العالم، أنت بتتكلم على
أعمار الإنسان بتتقدم، فأنت محتاج إن أنت تعوضه بآليات أو بتكنولوجيات تساعده في إن هو يحافظ على جودة الحياة اللي موجودة عنده. إحنا بنتكلم على سوق كبير جدا وعلى حاجة مفيدة فعلا للبشرية، وده في رأيي أهم شيء لما نيجي نتكلم على الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيات الجديدة، نشوف التكنولوجيات فعلا اللي بتمس حال الإنسان على الأرض وتبقى واقعية. فإحنا لما نيجي نتكلم على التكنولوجيا دي، لا دي فعلا تكنولوجيا مهمة جدا. يعني طبعا هي ممكن تكون نكتة أو نتيجة الأفلام والناس كانت بتتفرج عليها، لكن الأفلام دي في الآخر بتترجم أحلام العلماء والناس اللي عاملين في مجالات التكنولوجيا. فمع الطفرات القائمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيره من التطبيقات، احنا بنتكلم احنا امام فرصة كبيرة جدا. احنا بقى ازاي هنستفيد منها هنا؟ ده موضوع كبير محتاجين نشتغل عليه يعني كمصر او كدول عربية كمان، لان احنا مش محتاجين ان احنا ما نبصش على الموضوع ده ان احنا هنستخدم التكنولوجيا نفضل منتظرين الاخر اللي هو يقدم لنا التقنيات دي. ومحتاجين ان احنا نساعد في ده عن طريق تشجيع الشركات الناشئه اللي عامله في هذه المجالات. وده ترند او سوق كبير جدا، هيبقى سوق مستقبلي اعتقد ان هو هيكون مهم. طيب عايزين نتكلم بقى دكتور نستغل يعني خاصه حضرتك الاي اي بشكل عام، او يعني التحول الرقمي والتكنولوجيا الجديده والذكاء الاصطناعي في طفره حصلت يمكن خلال السنوات القليله الماضيه، ويمكن عام 23 بالذات كان عام فاصل في الذكاء الاصطناعي، والاي اي دخل في كل حاجه. نقدر يعني تقدر تعمل فيلم كامل، تقدر تعمل شغلك بشكل واضح، تقدر تديله اوامر صوتيه وهو يرد عليك، يقدر يكتب لك موضوع كامل. دلوقتي في تطور كبير جدا في الذكاء الاصطناعي بشكل عام. بشكل عام كده يا دكتور احنا واصلين لفين في الذكاء الاصطناعي، واقفين فين، وما هو متوقع كمان الفتره اللي جايه؟ عالميا احنا بنتكلم بنشهد طفره حقيقيه، ان في اخر 2022 يعني حصل اعلان عن شات جي بي تي، وفي 2023 كلنا بنشوف التطورات، حجم التطور والسرعه في عمليه التطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي بتمشي بشكل يعني مبالغ فيه في السرعه الحقيقه. وبقينا نشوف تطبيقاته في كل مناحي الحياه، احنا مش بنتكلم على تطبيقات بس في عمليه ان هو بيطلع نصوص او بيطلع صور او وخلافه، لكن احنا عندنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعه، في الطب، في الهندسه، في الصناعه، كلها بتتسارع بشكل كبير جدا وبتؤثر بشكل كبير على التنميه في الدول. ودي النقطه اللي احنا محتاجين نستفيد منها كدول ناميه، ان احنا نربط التكنولوجيا وتطورها بالتنميه المستدامه، ان احنا يكون عندنا مثلا احنا عندنا تحديات، وكل الدول عندها تحديات. لما نتكلم على تحدي مثلا تحديات الفقر او تحديات التخطيط، لما تيجي تكلمني على ازاي ان انا هصرف الموارد بتاعتي على في اطار الدوله، طب ازاي اصرفها وفي انهي مناطق ومين اللي هيكون الجمهور المستهدف، هنا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هو ده يكون امثل طريقه لاداره هذا النوع من انواع التخطيط. فاحنا بنتكلم على يعني الموضوع ما بقاش رفاهيه، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ما عادش رفاهيه، بنتكلم على ضروره ملحه للغايه، والموضوع بقى بيتعدى الخدمات الحكوميه العاديه اللي احنا كمواطنين بنقدر نستخدمها الى فكر اوسع مرتبط بالتخطيط الاستراتيجي والاداره الرشيده للدول بشكل عام والتنميه الاقتصاديه. مهم جدا في التنميه الاقتصاديه، احد الحاجات اللي احنا بنتميز بيها في مصر وجود نسب كبيره جدا من الشباب. الشباب دولت لو هم مؤهلين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات العصر، فانت عندك فرصه كبيره جدا للاستثمار فيها، في وجود شركات كبرى انها تعمل على الارض المصريه وتستغل هؤلاء الشباب
في عمليات التصدير وخدمة ويعني عملية الصادرات الرقمية. مصر بتستهدف هذا النوع من الصادرات في المرحلة القادمة. وزارة الاتصالات تتوقع إن احنا بنتكلم على بنستهدف 7 مليار دولار صادرات رقمية. فاحنا عندنا فرص كبيرة جدا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتقد ان ده لو تم الاهتمام بيه وحطيناه في بؤرة اهتمامنا ممكن يكون مشروع قومي لمصر. طيب دكتور، 2024 بقى ايه الجديد اللي هيكون فيها في الذكاء الاصطناعي بشكل عام بقى، والعالم التكنولوجي بقى بشكل عام؟ والله احنا لما بنيجي نتكلم على الذكاء الاصطناعي، انا يعني الاحتمالات كثيرة جدا، وعدد والتقدم احنا بنتكلم على تقدم على مستويات كبيرة جدا. احد الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها زي الكلام اللي احنا بنتكلم عليه النهارده الخاص باستخدام نيورال لينك وخلافه، ويعني من تقنيات في مجالات الاجهزة الاستعراضية. ده مجرد البداية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في لما تيجي تكلمني على ان انت دلوقتي في عندك تكاليف كبيره جدا بتبقى في عمليه الرعايه الصحيه، ان انت عدد الدكاتره قليل تكلفتهم عاليه، طب احنا ممكن نزود كفاءه التعامل بين الاطباء والرعايه الصحيه عن طريق الذكاء الاصطناعي. فاحنا الذكاء الاصطناعي عندنا هيساعدنا بشكل كبير جدا في توفير الجهد وزياده العائد والوصول بالخدمات بتاعتنا بشكل أوسع لكل المجتمع. أهم حاجة نستغله بقى الاستغلال الصحيح إن وفي شاء مكانه الله. الصحيح يعني. إن شاء الله. شرفتنا يا دكتور، ويومك سعيد إن شاء الله، وشكرا لحضرتك لوجودك معانا النهاردة. شكرا شكرا جزيلا يا لحضرتك. دكتور. شكرا. دكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، مقر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. باذن الله غدا فريق عمل جديد من هذا الصباح، والى اللقاء غدا باذن الله في نفس الموعد بعد موجز الثامنه. الى اللقاء.